الهاجري وفي المركز الثالث دغشة في المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي دغشة المركز الأول في هذه اللحظات دغشة واندفعت إلى مقدمة هذا الشوط. عدالة في المركز الثاني أيضا لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الشاهينية في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ذعيل بالهاجري. انتقل الى المركز الرابع وفي المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الخامس العنود لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز السادس من حاف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع السباحة في المركز السابع في هذه اللحظات بدأت تسبح في عمق الميدان السباحة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن المركز الثامن الشامخة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع المركز التاسع بن صوغ لسمو الشيخ حمد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم لكن ينخطف. المركز التاسع من قبل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر سعيد بن محمد بن مروشد. المركز العاشر بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة نرجع إلى مقدمة هذا الشوط وإلى شعار هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام ثنائية عاصفية على مقدمة هذا الشوط من إمبراطورية هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام دغشة دغشة وهي تدغش المركز الأول. ها هي دغشة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نعم بالواثق وتضميره يوفن السبق ولا يخلفن سوبر هاترك الامبراطورية هجن العاصفة في هذا المساء. وانتظروا المزيد والمزيد من هذه الامبراطورية من امبراطورية هجن العاصفة من هذا الشعار الشعار الملكي شعار هجن العاصفة الذي تعود ملكيته لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. يا سلام يا سلام بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. عدالة في المركز الثاني. يا السلام عدالة اسم جديد اسم له وزنه ولا ثقله في عالم الهجن في هذا المساء في عالم الأصايل وعلى أرضية ميدان المرموم الميدان الذكي يحتضن اسم عدالة في هذا المساء بالحضور السامي من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعهد إمارة دبي. مرحبا راشد مرحبا بالجميع مرحبا بمتابعينا عبر قناة دبي ريسنج في هذا المساء في مساء اللقاية لأصحاب السمو والشيوخ. ها هي عدالة في المركز الثاني ووصلت من حاف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. العنود في المركز الرابع عنود الصيد عنود العاصفة متواجدة في المركز الرابع لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى الشامخة في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي قائد العمليات في الفرقة 11 المتواجدة في منطقة مرغم. ها هي الشامخة. ننتقل إلى السباحة والسباحة لا زالت تسبح في عمق الميدان. يا السلام
الاعلام لي سمو الشيخ رايد بن حمدان بن راشد المكتوم بقياده مضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. نرجع الى المقدمه، نرجع الى مقدمه هذا الشوط، والى دغشه. دغشه وهي داغشه المركز الاول، حيها الدغشه لدغشه، حي هذا العرض لدغشه. ها هي دغشه على مقدمه هذا الشوط لهجن العاصفه بقياده المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الف الف ما شاء الله على هذا الاداء المتميز لدغشه، كلكم قولوا الف الف ما شاء الله على هذا الاداء المتميز، على هذه الحركات المتميزه. ها هي دغشه من شافت المنصه بدات تطير وتحلق على اجواء ميدان المرموم. يا سلام يا سلام على هذا الاداء المتميز، طير طاير على ارضيه هذا الميدان، لو مو بالجاذبيه بتطير في السماء، بس الجاذبيه تجذبها، الجاذبيه تجذبها، والاكسجين يزيد عندها، يضخ في شرايينها وفي قلبها. ها هي السبوق، ها هي السبوق، تريح اعصابك، تشتهر ويشيع طاريها، لو تعشيها على ثيابك، ما تضيع مروتك فيها يا الواثق. ها هي دغشه الان بدات تقترب، بدات الان تقترب من خط النهايه، وخط النهايه يتراقص حبا وشوقا لاحتضان دغشه على هذا الاداء المتميز الذي قدمته. ها هي النقطه الخامسه لهجن العاصفه، تهانينا لمالك هجن العاصفه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عداله في المركز الثاني ايضا من امبراطوريه هجن العاصفه. المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم العنود في المركز الرابع لهجن العاصفه، وفي المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ها هو الشوط، شوط دغشة، استمتعنا وطمشنا بالعين المجردة، وانتوا ايضا بدوركم تتابعونا عبر قناة دبي ريسنج ايضا استمتعتوا بهذا الاداء المتميز من احد امبراطوريات هجن العاصفة الذي تقدم الجديد والجديد لجماهيرها ومحبينها ومشجعين هذا الشعار، الشعار الملكي، شعار هجن العاصفة الذي تعود ملكيته سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ها هي دغشة 7:50 جزء واحد من الثانية، دغشت مسافة 5 كيلومتر بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصلت في المركز الثاني عدالة، وعدالة وهي عدالة أيضا قطعت المسافة في 7:51:9 من الثانية أيضا لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الشاهينية وصلت في المركز الثالث في زمن وغدر 7:52:57 من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة ابن المتعب سعيد بن محمد بن مروشد، تهانينا على هذا الأداء.